يحقق للوطن استقراره. القاعدة في اليمن تهدد بهجمات جديدة في فرنسا، وباريس تستضيف غدا اجتماعا بحضور عدد من وزراء الداخلية الأوروبيين حول مكافحة الإرهاب. قوات التحالف الدولي تواصل غاراتها على مواقع داعش بالعراق وسوريا، والبنتاغون يؤكد أن الضربات تستهدف خطوط إمداد التنظيم. منتصف النهار هنا في القاهرة، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية نقدمها من النيل. قال رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر شرعت في تأسيس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، وأن الدستور جعل من المواطنة أساسا للتعامل مع كل المصريين في ظل مرحلة البناء الراهنة. جاء ذلك خلال الاحتفال الذي شهده الرئيس اليوم في دار القضاء العالي بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء. شرعت في تأسيس دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، والدستور جعل من المواطنة أساسا متينا لتعامل الدولة مع أبنائها، فالجميع سواء أمام القانون وكل حق يقابله التزام. ومرحلة البناء الراهنة تتطلب جهودا مضاعفة وعملا متواصلا، ولكن قبل هذا وذاك فإن الأساس الحاكم لها والضابط الأول لإيقاعها إنما يتمثل في سيادة القانون علينا جميعا أبناء هذا الوطن، وهو الأمر الذي يلقي على عاتق مؤسسات الدولة القضائية مهمة وطنية جسيمة لتمكين المصريين من اكتساب حرياتهم والحصول على حقوقهم والتعريف بمسؤوليتهم. خلال الاحتفال بيوم القضاء أكد الرئيس السيسي أن استقلال القضاء ركيزة أساسية لا بد من النأي بها عن أي شبهة للتأثير على أحكامه أو التدخل في أعماله، وعبر السيسي عن ثقته في قضاة مصر وقدرتهم على التفاعل مع معطيات المجتمع المصري بعيدا عن انحيازات عقائدية أو سياسية. ولقد حرصت منذ تحملي المسؤولية على التأكيد على استقلال القضاء، وتمسكت بأن أنأى به عن أي شبهة للتأثير على أحكامه أو التدخل في شؤونه أو أعماله أو التأثير على أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام التي تباشرها النيابة العامة في إطار الدستور والقانون. وأثق أن القضاء المصري بتراثه القانوني الراسخ وخبرات شيوخه وإيمان شبابه بقيمه ومبادئه قادر على التفاعل مع معطيات مجتمعنا وحركة تاريخه وأحداثه المصيرية وكل ما يهدد كيانه الوطني دون التعرض لما ينال من هيبة قضاتنا ورزانتهم ومكانتهم الرفيعة، وبعيدا عن أي انحيازات عقائدية أو سياسية. من جانبه عبر رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محمد حسام عبد الرحيم عن تقديره لمواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي المساندة للقضاء مما ييسر سبل أدائه لرسالته المقدسة. وأضاف رئيس مجلس القضاء الأعلى أن قضاة مصر على قلب رجل واحد يدركون مسؤولية هذا المنصب في تلك اللحظة التاريخية مهما كانت التحديات. إن قضاة مصر على قلب رجل واحد إيمانا بوطنهم وتقديرا لقدسية رسالتهم في الحكم بين الناس بالعدل. هم أحرص الناس على الامتثال لأحكام الدستور والنزول على موجبات القانون، ينهضون بما تفرضه عليهم هذه الأحكام ما دامت نافذة من مهام مهما ثقلت، ولا يزيغون عنها ولو صعبت، ولا يلتمسون الذرائع للنكول عنها إدراكا للمسؤولية ووفاء بالقسم.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شهد اليوم الاحتفال بعيد القضاء وذلك بدار القضاء العالي، وكان في استقباله لدى وصوله المستشار حسام عبد الرحيم رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام المستشار هشام بركات والمستشار أحمد الزندة رئيس نادي قضاة مصر، كما كان في استقباله لفيف من أعضاء النيابة العامة وعدد من رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية. وخلال الاحتفال قدم المستشار محمد حسام عبد الرحيم هدية تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسي عبارة عن المصحف الشريف. للمزيد من القراءة والمتابعة حول هذه الاحتفالية انضم إلينا عبر الهاتف سيادة المستشار محمد عزمي بكري رئيس نادي قضاة طنطا سابقا ورئيس جمعية إصلاح القضاء، ويبدو أننا فقدنا هذا الاتصال وبالتأكيد سنعاود الاتصال من جديد. ومتابعة لهذه النشرة نستكملها مع حضراتكم. تستكمل محكمة جنايات القاهرة اليوم جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و130 متهما من قيادات جماعة الإخوان من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة ومحمد البلتاجي وسعد الكتتني وعصام العريان في القضية المعروفة إعلاميا باسم اقتحام السجون، وذلك لاستكمال سماع مرافعة الدفاع. وفي شأن قضائي آخر، تستكمل اليوم محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة بورسعيد والتي راح ضحيتها 74 شهيدا من شباب ألتراس، وترجع أحداث القضية أثناء مباراة الدوري بين فريقي النادي الأهلي والمصري في الأول من فبراير 2012. من المقرر أن تستمع المحكمة اليوم إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين البالغ عددهم 73 متهما من بينهم 9 من القيادات الأمنية وثلاثة من مسؤولي النادي المصري. وعودة لمتابعة الاحتفال بيوم القضاء المصري، وينضم إلينا عبر الهاتف سيادة المستشار محمد عزمي بكري رئيس نادي قضاة طنطا سابقا ورئيس جمعية إصلاح القضاء. أهلا بحضرتك سيادة المستشار. سيادة المستشار محمد عزمي، إذا نتحول مشاهدينا الكرام إلى اتصال هاتفي آخر مع المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقا. صباح الخير سيادة المستشار. سيادة المستشارة تهاني الجبالي، يبدو أننا إذن فقدنا هذا الاتصال أيضا، وبالتأكيد سنحاول من جديد متابعة هذه الاتصالات الهاتفية. نتحول إلى شأن قضائي آخر، حيث قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 متهما آخرين إلى جلسة الخميس المقبل في قضية اتهامه في أحداث التظاهرات أمام مقر مجلس الشورى التي جرت في 26 من نوفمبر من العام الماضي. جاء قرار التأجيل في ضوء تعذر إحضار المتهمين من محبسهم إلى مقر المحكمة، وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وكذلك تنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة. توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الأردنية عمان لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين الأردنيين، وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي أن مباحثات شكري سوف تتطرق إلى سبل دفع العلاقات الثنائية إلى جانب بحث تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع الأمنية في العراق والأزمة السورية وسبل تسويتها وجهود مكافحة ظاهرة الإرهاب. توعد المسؤول في تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب حارث الناظري
توعد فرنسا بهجمات جديدة، وذلك في شريط فيديو بثته مواقع جهادية، وهدد الناظري الفرنسيين بإعلان الحرب عليهم إذا لم يكفوا عدوانهم على المسلمين على حد وصفه، وذلك عقب الاعتداء الذي نفذه الشقيقان كواشي ضد الصحيفة الساخرة شارلي إبدو، والذي أوقع 12 قتيلا وأكثر من 11 جريحا. يذكر أن شريف كواشي أحد الشقيقين اللذين نفذا الاعتداء قال لقناة تلفزيونية فرنسية قبل مقتله إن تنظيم قاعدة الجهاد في اليمن قام بتمويله وإرساله لتنفيذ هذا الهجوم. أعلن مصدر في الشرطة أن رجلا مسلحا احتجز موظفين في محل لبيع المجوهرات في مونبلييه بجنوب فرنسا واستسلم ليلة أمس للشرطة، وأن الرهينتين بخير. من جانبه أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند أن مرتكب الأعمال الإرهابية التي شهدتها فرنسا في الأيام القليلة الماضية ليس لها أي صلة بالدين الإسلامي، مشيرا إلى ضرورة عدم الخلط بين الإسلام والإرهاب. هل يمكن القول الآن أن الستار قد أزل على خاتمة متوقعة لذلك الهجوم الدموي الذي استهدف مقر صحيفة شارلي إبدو الفرنسية الساخرة بمقتل الأخوين اللذين يشتبه في أنهما شن الهجوم، وأيضا على واقعة احتجاز الرهائن في أحد المتاجر اليهودية شرقي باريس والذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم محتجز الرهائن نفسه؟ قوات النخبة في الأمن الفرنسي شنت وبشكل متزامن هجومين على موقعي احتجاز الرهائن، أسفر الأول عن مقتل الأخوين شريف وسعيد كواشي منفذ هجوم شارلي إبدو الإسبوعية وخروج رهينة سالما، وأسفر الثاني عن مقتل 5 أشخاص بينهم منفذ الهجوم نفسه. جاءت النهاية العنيفة للهجومين المتزامنين بعد عملية أمنية على نطاق لم يسبق له مثيل، فالبلاد تواجه أحد أسوأ التهديدات لأمنها الداخلي منذ عقود. الخسائر الكبيرة في الأرواح على مدى 3 أيام متتالية قد تؤجج الأصوات المعادية للمهاجرين في البلاد ومناطق أخرى بالغرب. وقال مسؤولون إن الأخوين شريف وسعيد كواشي قتل عندما اقتحمت قوات مكافحة الإرهاب مطبعة في بلدة دامارتان جويل شمال شرقي باريس، حيث احتجز المشتبه بهما الرئيسيان في هجوم الأربعاء أحد الرهائن، وسمع دوي إطلاق نار من أسلحة آلية أعقبته انفجارات ثم هدوء بينما شوهد الدخان يتصاعد أعلى المطبعة. وقال مصدر حكومي إن الأخوين خرجا من المبنى وفتح النار على الشرطة قبل قتلهما. لأننا ندرك حجم هذا التحدي تحركنا قبل شهور بقانون الإرهاب وبإعادة تنظيم إدارة الأمن الداخلي وبإمداد قواتنا بالموارد والتواصل مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي كي نكون أكثر كفاءة في مواجهة الإرهاب. بعد دقائق اقتحمت الشرطة متجرا للأطعمة اليهودية شرقي باريس. الهجوم أسفر عن مقتل 4 رهائن على الأقل قتلوا هناك فضلا عن المسلح منفذ الهجوم نفسه. الرئيس الفرنسي فرانسوا أولان قال بعد انتهاء الأزمة التي خلفت 17 قتيلا و20 جريحا في البلاد إن فرنسا تصدت للهجمات الإرهابية لكن التهديدات التي تستهدفها لم تنتهي. أولان أوضح أيضا أن التهديدات ما تزال تستهدف فرنسا ودعا الجميع إلى اليقظة والوحدة. وفي حين لا تزال ردود الفعل العالمية على هذه الأحداث غير المسبوقة في باريس تتعاقب، دعا الرئيس الفرنسي لتظاهرة تضامن مع فرنسا تنظم الأحد، وأعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون والإسباني ماريانو راخوي مشاركتهما في المسيرة التي سيشارك فيها مئات الآلاف من الفرنسيين. وفي شأن آخر، تستضيف فرنسا وباريس غدا الأحد اجتماعا حول الإرهاب دعا إليه وزير الداخلية الفرنسي ويشارك فيه وزير العدل الأمريكي وعدد من وزراء الداخلية الأوروبيين. يبحث الاجتماع التهديدات الإرهابية ومشكلة العناصر المقاتلة الأجنبية العائدة من العراق وسوريا وكذلك سبل مكافحة ظاهرة التطرف المتزايدة. وقالت واشنطن إنه يتم حاليا التنسيق بين الأجهزة الاستخباراتية والدفاعية الأمريكية والمسؤولين الفرنسيين في مجال تبادل المعلومات في أعقاب هجوم باريس.
أصدرت الولايات المتحدة تحذيرا لمواطنيها بشأن السفر على مستوى العالم، وذلك في أعقاب الهجمات الإرهابية التي وقعت في فرنسا واستراليا وكندا. جاء التحذير بعد ساعات من مقتل قوات الشرطة الفرنسية لثلاثة من العناصر الإرهابية المسؤولة عن احتجاز رهائن. وقالت الخارجية الأمريكية في تحذيرها إن احتمال الهجمات ضد الأمريكيين أصبح متزايدة، مشيرة إلى تزايد مخاطر الأعمال الانتقامية ضد أهداف أمريكية بعد تولي الولايات المتحدة قيادة الجهود المواجهة لمواجهة تنظيم داعش في العراق وسوريا. ونتحول مشاهدينا الكرام لمتابعة شأن قضائي عبر اتصال مباشر مع مراسلنا محمد علوي بمقر أكاديمية الشرطة، متابعة لقضيتي اقتحام السجون ومذبحة بورسعيد. أهلا بك محمد. أهلا بك أيمن، تحياتي إليك ومشاهدي النيل. بالفعل يعني منذ دقائق قرر المستشار شعبان الشامي رئيس محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و130 متهما من قيادات الجماعة الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي للجماعة وأعضاء من حركة حماس وأعضاء من حزب الله اللبناني إلى جلسة 17 يناير الجاري لعدم حضور الرئيس المعزول محمد مرسي. انتظرت هيئة المحكمة لثلاث ساعات وصول الرئيس المعزول محمد مرسي، ولكن نظرا لسوء الأحوال الجوية لم يصل الرئيس المعزول محمد مرسي إلى هنا إلى مقر أكاديمية الشرطة حيث المحاكمة. وهنا قرر المستشار شعبان الشامي تأجيل المحاكمة إلى جلسة 17 يناير لمشاهدة أربع اسطوانات مدمجة مقدمة من هيئة الدفاع. هذا بخصوص محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في داخل أكاديمية الشرطة. وفي قاعة القاعة الثانية أيضا محاكمة 73 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة استاد بورسعيد. اليوم خصصت الهيئة الموقرة برئاسة المستشار محمد السعيد الجلسة إلى الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين. اليوم الأول في الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين من الأول وحتى المتهم الخامس في إعادة المحاكمة. في المحاكمة السابقة المتهمين من الأول إلى الرابع كانت قضت الهيئة الموقرة بمعاقبة المتهمين من الأول إلى الرابع بالإعدام في هذه المحاكمة. في إعادة المحاكمة بدأت هيئة الدفاع عن المتهمين في بداية الجلسة يعني قامت بتقديم العديد من الدفوع القانونية، من أبرز هذه الدفوع بطلان أمر الإحالة وبطلان التحريات الخاصة بالأمن العام بمديرية أمن بورسعيد. ولا تزال الجلسة مستمرة حتى هذه اللحظة أيمن. أشكرك شكر جزيل على هذه المتابعة من مقر أكاديمية الشرطة مباشرة مراسل النيل محمد علوي، شكرا جزيلا لك. أحبطت قوات البشمركة الكردية هجوما لمسلحي تنظيم داعش في قضاء مخمور شمال غرب العراق، وذلك بالتزامن مع مقتل 17 مسلحا من تنظيم داعش جراء قصف جوي لطيران الجيش العراقي استهدف مواقع للتنظيم قرب إحدى النقاط الأمنية جنوب كركوك. يأتي ذلك في حين أعلن البنتاغون أن تنظيم داعش بات مضطرا إلى تكثيف جهوده للدفاع عن خطوط إمداداته الرئيسية في العراق نتيجة الضربات الجوية التي يشنها الائتلاف بقيادة الولايات المتحدة. وسط محاولات مستميتة لقطع خطوط الإمداد الرئيسية عن مقاتلي تنظيم داعش في سوريا والعراق، كثف طيران التحالف ضرباته الجوية بقيادة الولايات المتحدة فضلا عن الضغوط المحلية التي تجسدها قوات البشمركة على الأرض. البنتاغون أعلن أن الهدف الاستراتيجي في القتال ضد مسلحي داعش بات في قطع خطوط الإمداد الرئيسية عن مواقع تركزهم في سوريا والعراق. إنهم يحاولون حماية ما يمكنهم الاحتفاظ به الآن، ونراهم أيضا يركزون مزيدا من جهودهم لحماية خطوط نقلهم. فإن نظرتم إلى الضربات التي نشنها وبعض العمليات التي ينفذها الأكراد والعراقيون سوف ترون أننا نحاول منع مقاتلي داعش من الحفاظ على خطوط نقلهم. الاستراتيجية الجديدة التي أعلنتها واشنطن في الحرب ضد داعش والتي تمثلت في تدريب الجيش العراقي لشن هجوم مضاد واسع النطاق خلال عام 2015 على غرار الهجوم الذي شنه الأكراد لفك الحصار على جبل سنجار والذي نجح في قطع خطوط الإمداد عن مقاتل التنظيم بين سوريا والعراق ساهم في وقف تقدم داعش بصورة عامة.
الضربات الجوية التي شنها التحالف الدولي والتي تخطت 1700 ضربة جوية خلال 4 شهور أسفرت عن مقتل العديد من قيادات التنظيم، كان آخرهم مقتل الأمير العسكري للتنظيم في قضاء الكرمة شرق الفلوجة بمحافظة الأنبار غرب العراق خلال هجوم نفذته قوة من الاستخبارات العسكرية. ورغم التفاؤل الذي أبدته الحكومة العراقية بعد تحرير محافظة الأنبار وطرد داعش منها باعتباره بوابة لتحرير بقية مناطق العراق وعودة النازحين، إلا أن الأمال تتضاءل خاصة مع استمرار سيطرتهم على القسم الأكبر من المناطق التي سيطروا عليها في العراق وسوريا في العام الماضي. أصيب إقليم كردستان العراق بالتجمد والشلل التام جراء تساقط الثلوج بشكل كثيف على المنطقة، حيث انخفضت درجة الحرارة فيها إلى ما دون الصفر، مما أدى إلى نزوح السكان الفارين من المعارك مع تنظيم داعش للبحث عن بديل مؤقت يحتمون فيه. ويعاني النازحون من عدم وجود أماكن كافية داخل تلك المخيمات تكفيهم هم وأطفالهم وتحميهم من البرد القارس، في حين بدأت مفوضية اللاجئين في إنشاء مخيم جديد يكفي لإواء 1800 نازح. مظاهر الحياة في مدينة دهوك جنوب كردستان العراقية أصيبت بالتجمد والشلل التام جراء تساقط الثلوج بشكل كثيف على المدينة، حيث انخفضت درجة الحرارة فيها إلى ما دون الصفر. موجة الصقيع أجبرت مئات النازحين من الأكراد في المدينة على ترك مخيماتهم التي كانوا قد لجأوا إليها بعد الفرار من منازلهم العام الماضي هربا من بطش مسلحي داعش للبحث عن بديل مؤقت يحتمون فيه من الطقس السيء في مدينة خانك. ولكن هؤلاء النازحين يعانون من عدم وجود أماكن كافية داخل تلك المخيمات تكفيهم هم وأطفالهم وتحميهم من البرد القارس، حيث يصل عدد النازحين إلى تلك المدينة إلى نحو 19,000 نازح إلى جانب قلة عدد أجهزة التدفئة والبطاطين. الأطفال هم الضحية الأولى لذلك البرد القارس، حيث يعانون من نزلات البرد الشديدة وعدم وجود مستشفيات يعالجون فيها. ودي مستشفى البيترينينة بس الدهوكية، فكان بنا الدهوكية مستشفى قنجة قلكي، بس البيترينينة باشا قلكي أو مركز صحي أنه مستشفى. الطقس السيء أدى إلى قطع الطرق وعزل نحو 337 قرية كردية، كما تسبب هطول الأمطار بغزارة في بعض المناطق في انهيار عدد من المنازل. مفوضية اللاجئين بدأت في إنشاء مخيم جديد في منطقة زاكو بإقليم كردستان، إلا أنه لن يكفي إلا لإيواء 1800 نازح، حيث تواجه نقصا في التمويل يبلغ 58 مليون دولار، وهو ما يعني حرمان ما يصل إلى 990,000 شخص من المساعدات. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 25 مقاتلا لقوا حتفهم، منهم 14 مسلحا مواليا للنظام و11 من جبهة النصرة في هجوم نفذته الأخيرة وحلفاء لها على بلدتي نبلة والزهراء المحاصرتين من فصائل المعارضة ضد قوات الرئيس بشار الأسد في ريف حلب. من جانب آخر قصفت طائرات الجيش السوري طريق الكاستيلو ومحيط البلدتين بالمدفعية الثقيلة، وفي حلب قصفت مروحيات النظام حي مساكن هنونو بالبراميل المتفجرة، كما تعرض حي جوبر في دمشق لقصف مدفعي عنيف أعقبته اشتباك بين مقاتلي المعارضة وقوات الأسد في الحي. وأشارت مصادر إلى سقوط قتلى في صفوف القوات الحكومية برصاص قناصة على أطراف الحي. لقي 9 أشخاص مصرعهم، بينهم 5 جنود من الجيش الليبي و4 آخرون من مسلحي ما يعرف بمجلس شورى مجاهدين دررنا، كما أصيب 15 آخرون من الجانبين جراء الاشتباكات العنيفة بمنطقة عين مارة بغرب مدينة درنة. كان الطيران الحربي الليبي قد قصف مواقع مختلفة في مدينة مصراتة غرب ليبيا. وقالت مصادر ليبية إن إحدى الغارات استهدفت الكلية الجوية بالمدينة، كما استهدفت طائرات الجيش الليبي ميناء المدينة الذي يسيطر عليه المسلحون إضافة إلى مواقع أخرى. استمرونا مع حضراتكم في هذه النشرة المفصلة، وفيها بعد قليل: موجة جديدة من أعمال العنف تجتاح باكستان، والحكومة تعلن عن تدابير جديدة لمكافحة الإرهاب.
السيسي يشهد الاحتفال بعيد القضاء بمقر دار القضاء العالي ويشيد بدور رجال القضاء في تعزيز سيادة القانون الذي يحقق للوطن استقراره. القاعدة في اليمن تهدد بهجمات جديدة في فرنسا، وباريس تستضيف غدا اجتماعا بحضور عدد من وزراء الداخلية الأوروبيين حول مكافحة الإرهاب. قوات التحالف الدولي تواصل غاراتها على مواقع داعش بالعراق وسوريا، والبنتاغون يؤكد أن الضربات تستهدف خطوط إمداد التنظيم. ونتحول مشاهدين الكرام في هذه النشرة إلى متابعة لأهم وآخر أنباء الاقتصاد حتى الساعة بصحبة الزميل أحمد فؤاد. أهلا بك أحمد. أهلا بك أيمن، أشكرك وأهلا بكم مشاهدينا. من أخبارنا الاقتصادية نتابع انخفاض أسعار حديد التسليح لشهر يناير ما بين 50 إلى 200 جنيه للطن، وحملات رقابية للالتزام بالأسعار. أهلا بكم من جديد. خفضت شركات الحديد المصرية أسعار منتجاتها خلال شهر يناير الحالي عن شهر ديسمبر الماضي بما يتراوح من 50 إلى 200 جنيه للطن. وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية خالد حنفي أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية من جانب مفتشي الوزارة ومباحث التموين على شركات ومصانع الحديد وتجار الحديد الجملة والتجزئة للتأكد من الالتزام بهذه الأسعار. أعلن وزير التموين خالد حنفي أن مخزون البلاد من القمح اللازم لإنتاج الخبز المدعم سيكفي حتى الأسبوع الأول من مايو، أي بعد فترة طويلة من بداية موسم الحصاد المحلي. وقال حنفي في بيان له أنه يتوقع بدء استخدام صوامع جديدة في مارس قبل استلام المحصول المحلي وتخزين احتياطيات استراتيجية تكفي حتى أكتوبر. وتهدف مصر إلى خفض الواردات الحكومية من القمح في العام المقبل إلى ما بين 4 ملايين و4.5 مليون طن شريطة أن تستمر إصلاحات برنامج الخبز المدعم في خفض الاستهلاك. وقع وزير البترول والثروة المعدنية شريف إسماعيل 6 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز في منطقتي الصحراء الغربية وخليج السويس مع عدد من الشركات العالمية. وأشار وزير البترول عقب التوقيع إلى أن الاتفاقيات الجديدة مع الشركات العالمية والوطنية تعد شهادة ثقة في المناخ الاستثماري في مصر بصفة عامة وقطاع البترول بصفة خاصة. يشار إلى أن قطاع البترول قد سبق وأن وقع 36 اتفاقية بترولية منذ نوفمبر 2013 وحتى نهاية أكتوبر الماضي باستثمارات حدها الأدنى نحو ملياري دولار. كشفت وزارة المالية عن التقديرات المتوقعة للعجز الكلي في الموازنة العامة للعام المالي الحالي 2014-2015 بنحو 240 مليار جنيه، أي بنحو 10% من الناتج المحلي. كما أعلنت الوزارة عن ارتفاع حصيلة السياحة بأكثر من الضعف لتسجل 2.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2014-2015. وأضافت الوزارة أنه وفقا لزيادة متحصلات السياحة والمتحصلات الحكومية فقد شهد الميزان الخدمي تطورات إيجابية محققا فائضا قدره مليار دولار. وارتفع عجز الميزان التجاري ليسجل نحو 9.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر مقابل عجز بنحو 7 مليارات دولار ونصف المليار دولار خلال نصف الفترة من العام المالي السابق. في المغرب مكنت إجراءات العفو الضريبي في قانون موازنة 2014 الحكومة من استرداد أكثر من 27.8 مليارات درهم، أي ما يوازي ملياري ونصف مليار يورو. يأتي هذا الإجراء ضمن حزمة إجراءات تهدف إلى دعم الاقتصاد المغربي الذي كان قد شهد انخفاضا في مؤشرات التحسن بسبب ثقل كاهل الموازنة العامة خلال عام 2012 حيث سجل عجزا فاق 7% من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقعت الحكومة خفض العجز إلى 4.9% في نهاية 2014 ثم إلى 4.3% في 2015 بحسب مشروع الميزانية.
أظهرت بيانات لشركة بيكر هيوز للخدمات النفطية أن عدد منصات الحفر الباحثة عن النفط في الولايات المتحدة انخفض بواقع 61 هذا الأسبوع، وهو أكبر انخفاض في 24 عاما، في الوقت الذي تخفض فيه الشركات عدد المنصات لأسبوع الخامس على التوالي في مواجهة تهاوي سعر الخام. وذكرت البيانات أن عدد المنصات النفطية انخفض إلى 1421 منصة في أسبوع حتى اليوم 9 يناير، وهو أدنى مستوى منذ فبراير، حيث تخفض شركة النفط والغاز الأمريكية خططها للإنفاق الرأسمالي في عام 2015. توقع بنك باركليز أن تخفض شركات النفط والغاز الإنفاق على أنشطة التنقيب والإنتاج في أمريكا الشمالية بنسبة 30% أو أكثر في العام الحالي إذا ما ظلت أسعار الخام الأمريكي في نطاق من 50 إلى 60 دولار للبرميل. وأشار باركليز إلى أن الاتفاق أو الإنفاق في أمريكا الشمالية سينخفض 14.1%، في حين سينخفض الإنفاق العالمي بنسبة 6.7%، مشيرا إلى أن ميزانيات الشركات كانت تفترض سعرا لمزيج برنت عند نحو 70 دولارا للبرميل وللخام الأمريكي عند 65 دولارا. وقدر باركليز أن هذا يعني أن الإنفاق في أنحاء العالم على استخراج وإنتاج النفط سينخفض بنحو 9% إلى 619.43 مليار دولار هذا العام. في أسواق النفط العالمية استمر تراجع الأسعار، وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت والنفط الأمريكي أدنى مستوياتها منذ أبريل من عام 2009، وأغلقت على سابع خسارة أسبوعية على التوالي، برغم أن الأسعار تعافت من مستوياتها المنخفضة بعد صدور بيانات أظهرت هبوطا حادا في عدد منصات الحفر النفطية العاملة في الولايات المتحدة. وخلال الأسبوع خسر الخام الأمريكي 8%، في حين هوى برنت بنسبة 11%. انتهت وقفتنا الاقتصادية، عودة من جديد للزميل أيمن السيد ومزيد من المتابعة، تفضل. شكرا جزيلا لك. أعلنت الهيئة العسكرية في باكستان أنها بصدد إنشاء 9 محاكم عسكرية تتيح محاكمة مدنيين متهمين في قضايا الإرهاب. يأتي ذلك في الوقت الذي تمكنت فيه قوات الأمن الباكستانية اليوم من نزع فتيل قنبلة عثر عليها داخل حقيبة مشبوهة في مدينة كراتشي. وكان قد وقع تفجير انتحاري استهدف مسجدا للشيعة في مدينة روالبندي مسفرا عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات. من جانبه أدان رئيس الوزراء نواز شريف الانفجار، مشددا على أن الحكومة عازمة على القضاء على خطر الإرهاب والتطرف في البلاد. نجحت فرق البحث في انتشال ذيل طائرة إيرآسيا المنكوبة التي سقطت في بحر جاوا وهي تحمل على متنها 162 شخصا. وذكرت المصادر أن الذيل كان على عمق 30 مترا، وقد تمت الاستعانة برافعة لانتشاله، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان الصندوق الأسود ما زال متصلا بالذيل أم انفصل عنه أثناء سقوط الطائرة في قاع البحر. يشار إلى أن فرق الإغاثة كانت قد تمكنت من انتشال 40 جثة، في حين يعتقد أن أغلب جثث الضحايا ما زالت داخل أجزاء الطائرة التي كانت في طريقها من سورابايا بإندونيسيا إلى سنغافورة عندما اختفت من على شاشة الرادار في 28 من ديسمبر الماضي. يتجه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى ألمانيا في مستهل جولة تشمل أيضا الهند وجنيف وبلغاريا. هذا ومن المتوقع أن يلتقي كيري في ألمانيا مع السلطان قابوس بن سعيد سلطان دولة عمان الذي يزور ألمانيا حاليا، وذلك لتعزيز سبل العلاقات بين البلدين فضلا عن بحث العديد من قضايا الشرق الأوسط. من المقرر أن يتوجه كيري إلى مدينة أحمد أباد الهندية حيث يشارك في قمة جوجرات للمستثمرين الدوليين، وذلك قبيل زيارة الرئيس باراك أوباما للهند المقررة في 26 من الشهر الحالي لحضور احتفالات عيد الجمهورية الهندية وتعزيز التعاون بين البلدين.
دعت الولايات المتحدة موسكو إلى الإفراج فورا عن عدد من الرهائن، من بينهم طيارة عسكرية أوكرانية محتجزين لدى الانفصاليين الموالين لروسيا. في غضون ذلك تجددت أعمال العنف في شرق أوكرانيا، حيث قتل 4 جنود ومدنيان وأصيب 8 آخرون، وذلك جراء قصف بقذائف الهاون على مواقع تابعة للجيش الأوكراني. يأتي هذا مع اقتراب موعد القمة المرتقب عقدها في كازاخستان بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبرعاية فرنسا وألمانيا لاستكمال عملية السلام المتوقعة منذ خرق الهدنة والتي بدأت قبل شهر في الشرق الانفصالي. استمرون مع حضراتكم في هذه النشرة بعد نظرة على أهم أنباء الرياضة، وفيها بعد أنباء الرياضة: مصممة مجوهرات مصرية تنشئ مدرسة لتدريب الحرفيين على صنع الحلي المستوحاة من التراث العربي والفرعوني.